عاروي زغنغن برينسا تقني جن 8 انا 10 قندو نيشان واحد يتقيد قندر يعقر خوندرني تكون تا راندرني يعني ما اولا تشكا خويا شكاش خويا الناس المبادره تقيد التنوير يعني الراي العام مساله نصيحه الشعوذه جا خصني ديري حديث نص ساعه مشيت ورا الشيء خصوصا ديال المناطق يعني منطقه الناظور يعني تشهد الاولى الاخيره عامله قرب يعني يجن اقبال من الصحراء المشعوذين من كل مدينه ماشي مشيت قبر وغادي صحاب وغادي مشعوذين لكن وجبوا ديك الثرايين مش متوارا كل شيء الى انه حاليا وسيد يعني تقلنا اعمال نسل يعني مش نتقنش شي في الشهره يعني سواس انت لي يعني مشهور قسيد كيجو مشو يعني معروف غيوت يعني معروف ديما قبرت وغادي ما خصني ديك الصحان وغطاح نغاوض راه طاحنا غير خرات غير الخلو يا صحاره غاصن بيرو وتري هنا غاصن بيرو تفدي سونتر فيل سنجي تاع دونتيست محامي اقسنج انت تكسي على الشعوال سي بوزين وانت شو ولكن واش شكتوالي تشري الجل مثلا ديال النظام غادي شوم شان يقارب نعم تواريخ نهار العناوين نقولوا سبق النيغ مانايا وسبق السنغي موشان سني جني جندا ديال النظام ومع للاسف الشديد انه تقن بلا كان رقية الشرعية توهمني وذان على انهم رقاد شرعية من بين الاعمال يتقنينا مع انهم ينجسونا يعني شوان صورة من الرقية في حين ما حد يوذا ما حد الساكنة تحمل يجن الحق ديجن غير الرقات الشرعية خمان هي تجعل الهدف من سن الأسماء ويجي تزلنا أما مسألة بعض السحرة المشعوذين يتقبلك من الرقية الشرعية من بين الأعمال الإجرامية من الأعمال الإجرامية يتقن هو أنه كسين يجو قنضاو تقني فيران لشان واحد تقني فيران دي قنضاون تشداني قنضاون تحن تقن تندق دي نظرين عاروية زغنغان برينصا تقني جن 8 انا 10 قندو نيشان واحد يتقيد قندر يعقر خوندرني تكون تا راندرني يعني ما ننظر يتسن يعني مشي ربما يتعلم حتى شي حاجه باش يعقر المهم السبب مشي نيشان واحد 2 3 4 5 6 حتى تس يعني الوقت تس نصحاب الخارج خصوصا الفئه المستهدفه دي فصل الصيف يعني فصل الصيف يعني تيري عندو خاص يجي 6 شهور 7 شهور تقوم ينظر يدي نيشان واحد خميت تس الفئه تيري مستهدفه يعني تقاس الرقيه والانسان يتيري واغاس بود دراية الرقية الشرعية زي يعني مسألة المسنة والسحر والتيمن نيغي تاز دي قراشة دا حد بروباغوها قد تزرغوها تحغى الصحارة مش عمدينينا قراس قغا كيجين السحر دي انظر فران فران ربما السيدة تيري غاس اسمحي تقطع غاش ربما السيدة تيري غاس غيش المشكل نفسي فقط فاي وني توهمت انه لقوا انت السحر يغاك ونعم سيدي تيري غاس تخوفني غي قراس روح شحال ما تخسر باش غمانا يمحش سامك تا يعني خميت از دبنان ميقا خاص قرا صديق قينا شي السحر اللي تمضرين فران فرانيه وخير داري على هذا انه شك مثلا رغبك ما نشوف تيري شي موان قرا سوا معناه انه تقن حوايج مالوف جاري بها العمل الانسان من راس ضغوطات نفسيه ني ضغوطات العمل ني بعض المشاكل اللي تيري ترتب خاص بعض الاعراض شنو هي الى انه بعض الاعراض مغني قرا تسش تغوفي تسش تعجب باش تقيم واحد شي موان قرا سوا قاش تقينا شي السحر اللي تمضرين فران فران اكيد طاحت انا حنا شتي كنجبد تو نغير مي طاحا كي في الشارع يعني وجيبو حفارين تاني قيقرا جيب ديت قبارين مع العلم انه انت تيكي صحيح فهمت هنا زي الاعمال سن الاعمال نصب الاحتيال اما السحره المشعوذين غنغدي النظر موجود وسن دي مناطق اخرى توغا قبر من مرخ ديك السحر الاسود مثلا 8 9 10 13 مليون يطيح على اكادير الدار البيضاء حاليا لا لكن اقبال وسن دانيت توغادي الصماصره اباطيرات السحر الجنديات وغادي اسم صار تقن استحداني تاتي من بينهم هذين غير مشان جيت من بوبلو غالقوس يشوماي جيت من قطي الناخيل جيت من حساني الشارع عش الملكي نجن يعني معروف انه ساحر ومشعوذ تبع الاعمال يعني خطيره جدا فهمت في حين انه ديني بوشان شن فئه تحارب هنا مشادي الرقيه الشرعيه تحاربت اشد حربا وفتك اما مساله السحر المشعوذين راه دي جنو خاصني السيور ومن بينهم يعني وتعميم غبو مرة خطير من خطر روح قاس نزل الله يجزيك بخير يجو سحاق تخوز ديش نش يعني حاول ما أمكن أكي ستسيورة دينا دار رايودان فقال لي اتقي شره سبوش ديال أسقسي غالي وربما أسقسي وانيتا يعني بلا الزواق بلا السباغة واش الصحريين يعني يجا تسن دغا يعرف يعني الإقبال وانيتا يعني المناطق الريفية يعني يجا لأنه غاق يودان بكثرة تحت جنس السحر يعني السؤال هو يعني ربما وزما استقسمي ولكن واش غا خطصني وذن يعني غاز الاقبال خ السحارة شت السيور ماشي قصه بو الساكنه الاصليه
انه نشي نوش نتوا راسين نشي مار مغاربه وغنغبو تما عنصرين واش قانون كذا كلنا مغاربه، لكن اجن الفئه نشي نسوا الامازيغ الاحرار يعني اصحاب المنطقه يعني الريف اصليين يعني اسحاني جاني غنغداني تا وتجيبوا زي المنطقه يعني اصلا وتجيبوا دي مازيغ استمازي فهمت وسين زي مناطق اخرى لا داعي لذكر اسمها وتبين سحر الشعوذه ذريت. اما مساله الاقبال خاصن وديجن أربعين ديميا جهلا يعني وغاس نبود دراية مسألة العلاج بالرقية الشرعية بالرقية الشركية، في حين أنه يتسدي قارش في حال أنه بدين جروبات نسائية جروبات نسائية قد هذه النظر قارش إلا بغيتي تجلبي راجلك وتخليك سعيدة معه ها شنو غادي تديري في الدار بلا ما تجي عندي، في حين أنه دين بعض تمغاري تسمى السحر الأبيض يعني سحر المحبة يعني تقول المحبة ويزنس، في حين أنه تلتجأ أنه تجارب مالية يعني تزواق انت يعني تزواق بانه سحر المحبه يعني تقد تشو معاتين تقددو تشات ينيت من غاتينيت حيت انه يسحان المشعويد تقن الطقوسينه ما حد السفين بانه قاديني المفعول يعني قاديني جنحشت قاديني النتيجه خذني التواصل كيس تيقع عين التواصل جرس دي تليفون ومن يوقع وغاري خاص الادله اللي انت هنا تستهدف الاسر عن طريق الفيسبوك التواصل الاجتماعي. سي بوزيج الكلمه اخيره بخصوص يعني الانتشار المهول والخطير يبوذات نسمى أعمال السحر الشعوذة في إقليم الناظور من غير اليودان أو ليس ساكنة الإقليم نمشي إجنا رسالة يعني كتحذيرية يعني أشو ذا نتفادى تقلن أعمال قام مبادرة مكالمة هاتفية لساحر ومشعوذ من 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 الاستفادة خيو ذا تغف همنج الصورة أنه من باب البوس أو باب الشغرة حيث أنه معلك صغر البوس قد تسند للمشاكل وقعنا نغذي لما حاكيم نشميط وخصت السيود غيودان على انه اصحاب مشعويد يتطافوتو قال في اسم اليماش قال ملك من البرجيغاك الرقية تتدقى والرقية الشرعية رقية يعني الرقية الشرعية هي اصلا الرقية الشرعية هي القراءة يعني يرقي الانسان نفسه بنفسه مش غانغ الحالات يعني وسقاو مستعصيه لانه قاموا مستعصيه من جاد الشيطان يعني القران هو دين واش حاجه قبل مستعصيه دين حالات تستدعي الا الرقية الشرعية وفتح مراكز الرقية الشرعية انهم مش ندوا شي ندير اوكار السحر والشعوذة اللي انتشر بشكل كبير. مسألة التوعية خصنا نوجه الساكنة ولا جزيكم بخير قاو تجيبوا مارة وني غير كنشان بلا كان الرقية الشرعية قد الراقي قادي نناقش مراكز اللجنة يعني تحارب مالية تصفى مراكز الرقية زي بدا نجدها مزوى هذا في العجب العجاب غاس بلا كان الرقية الشرعية انت غادا فرد اصحى ومشعوذ واش تسن من قصده وتسن بانه تفضيج ومشان غاس فوتو ثني وذا نهارا تفد الراقي مثلا تزغسي شنو وحده سي السدافيت السدافيت طحرنت وحده في حين انه توقع على الكوارث عظمى دين مساله بلا مانايا دين السحر الشعوذه دي المراكز دين بعض المراكز الرقية الشرعية تبين دي السحر والشعوذة دين مراكز غاسم بلايك من الرقية الشرعية هني تنص الناس بوحتيال وخميت راح خشان تشد ضحية اطاح تقيش الشكاية قالش قانون لا يحمي المغفالي قال لك تدوز غاري سي ضانس وتجي نشي غاسي روحك يعني فهمت يعني خص تقانش ماذا بيا تقادي نجي للجنة تقنينية تقنين الجنة يعني تراقب تراقب لأنه غنغبو المراقبة مني وجبد فهمت قاو جيت تسكي غاش داير فينو قاش نشي ماذا بينا تيري شي للجنة تنض أباري مانايا دين بعض الأعشاب تيشن تيودان مسمومة دين أعشاب عندو خاص التاريخ دين بعض الاستفراغات تقن تيدي شوبريت نزنو زنتل خطر سبب من الأدية يودان شحال غير نيودان إنه نهار نشي وغنغبو نشتي هاد الرقية الشرعية من ناحية نلمس السحر زايد القراءة القرآن زايد البحث في ميدان الرقية بحث في الأعشاب هذيك تيجي الوصفة زي يوتيوب نيضشين تفتا تيجي يودا وغاس بود دي رئيس الأعشاب اللي تيشي يودا ومديني مش حالي ناس نقب ناس المعيدة ديكي ناس نتصل الأعراض جانبية فهمت؟ شو جيبوا قاني تحارى بالرقية الشرعية ما مش قان دي مسألة عضوية دي مسألة روحية دي مسألة نفسية إذا عرف السبب بطول العجب شين السني وذا إنه نهار 30 عام 40 عام تيطح وضبي بتوغاسهم مسألة وضبي وفي حين إنه وديجن الجانب المسألة الطيب غانغ دانيتا خويا أنس وجيت عمهم ديني جون الفرق جا رغاب دانيتا رغاب أقسم بالله العظيم بحق رغاب تقارو كيف قال أشرا مشي درت تشخيص عند طبيب وقال لي سير دي الرقية بحيث أنه مشي دي الجانب وانيتا وانا وش انسجام التعاون دي جانب تفا يجي الإنسان العقاقير الأدوية دول لغصبوا العلاقة أكبر بي نعم شو مشي توانا السحر يكون ماري إذا طال أمده ماري طول دي الجسد يتذكر سرطانك المدة يتذكر سرطان لأنه أصل السحر نجزة يعني قارس غاك الميكروب لكن مسألة
انسان يعني توجه كاني كرساله للاخوان انه ذا مزوى تحاول ادرقاني خمس سنين والو اضح من الجنيه التشخيص على الراقي الشرعي والو خدني حتى حد التزرخيخ من شعود سي بوزيان تشكارش المعلومات هنا يعني الرسائل التوعيه يتوجه للساكنه.